أنا أعتقد ما عادش فما تعديل الدستور، الدستور وقع التوقيع عليه، وهذا الدستور ماهوش في ذوق حتى حزب، هذا معناه حصيلة وفاق وطني. ماهوش فما كل حزب يلقى روحه في 80% 85% معناها موافق للدستور. كان كل حزب يعمل دستور روحه مش باش يعمل نفس الدستور أكيد. أنا أعتقد أنه اليوم التوانسة الكل يلزم يمشيوا في اتجاه هذا الإجماع، والصفحة جديدة يلزم تتحل. اليوم العالم الكل ينظر إلى تونس بإعجاب. المعجزة هي أنه وقع المصادقة على الدستور ب 200 صوت من جملة 217، هذا راهو شيء كبير. واليوم كان نشوفوا ردود الفعل العالمية، التلفزيونات والإذاعات والصحف العالمية من تونس جاتهم رسالة اللي فاجأت الجميع. وتونس ديما احنا التوانسة عندنا حاجة خاصة، احنا نفاجئ العالم، فاجئناهم بالثورة، فاجئناهم بالمصادقة على الدستور، وإن شاء الله نفاجئوهم باستكمال المرحلة الانتقالية بنجاح، باش تكون أول بلاد نتاع الربيع العربي اللي ينجح في تأسيس ديمقراطية صحيحة وبدون إراقة دماء، بدون عنف، بدون صراع. نتسارعوا في الكلام ساعات، لكن في الأخر هاكم شفتوا في وسط المجلس التأسيسي اللي كانوا يتسابوا ولا يتعانقوا ويتباوسوا، تشكيلة غير متحزبة، تشكيلة كفاءات. وأنا متفائل جدا بهذه الحكومة، ونقول أو حتى من المطر صوتت للمهدي جمعة، وإن شاء الله النجاح. يلزمنا ندعمه، مش ينجح بالمعارضة، ما عندوش مكينة حزب وراه، ما عنده هو، هذه غير متحزبة. من الواجب الوطني يدعونا الكل باش نعاونوه، مش باش نقعدوا نعارضوا فيه ونعملوا له كما يقولوا العصا في العجله. لازم اليوم نمشيوا في الاتجاه نتاع الدعم. احنا نهنيه صعب بالدستور، نهنيه بهذا الدستور اللي مفخره لتونس، مفخره اليوم ومفخره للاجيال القادمه، واحنا نتباهى به امام الامم الاخرى.